بتاعت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في ربع نهائي كاس مصر النسخة 88 بفوز الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف. الماتش كان يعني عجيب وغريب. في أول دقايق الشوط الأول دخل إنتاج الحربي هدفه الأول ونام عليه الشوط كامل. في الشوط الثاني أحرز الزمالك هدف التعادل، وفي الدقيقة 90 بالضبط اتقلب الماتش، قدر الزمالك يحرز هدفه الثاني وهدفه الثالث الصاروخي الجميل من طارق حامد خارج المنطقة لتصبح نتيجة 3-1. مباراة جميلة جدا تكتيكيا من الإنتاج الحربي والزمالك. الزمالك ما ظهرش بنفس المستوى اللي كان عليه في مباراة القمة اللي فاتت، يعني توتالي كده الزمالك هيلاعب الإسماعيلي، نتمنى ان هو يجدد من طاقته ولان لياقته البدنية في النازل، يجدد من فكره لان مش ده الفكر بيه في ماتش الأهلي. وبكده الزمالك ان شاء الله في انتظار مقابلته الجاية في نصف نهائي كاس مصر، ومن تفوق الى تفوق ابتدى يستعيد توازنه مرة اخرى.